يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أصابته عين وأكد، يقول لي أحد الرقاة، يقول أصابتني عين وأكد لي ذلك أحد الرقاة، فقد كنت أعمل وأحب عملي، ولكن الآن لا أستطيع أن أذهب إلى العمل ولا أحبه، فما نصيحتكم لي لإزالة هذا المرض؟ عليك بذكر الله عز وجل، عليك بذكر الله والإكثار من الورد في الصباح والمساء، تلاوة القرآن، وإذا كنت تعرف من أصابك بعينه فإنك تطلب منه أن يغتسل لك، يغسل سراويله ويصب عليك هذا الماء، وهو أيضا يبرك عليك، يدعو لك بالبركة وتشفى بإذن الله. نعم.